دكتور ليفنون، حكينا كتير عن الكتابات السريانية وعن أشكالهم وعن الرموز اللي معهم وعن موقعهم بواجهة الكنيسة المارونية. بدنا نحكي اليوم عن الرسالة اللاهوتية يلي عم توصلنا من خلال هالكتابات والأشكال والرموز يلي حواليها وموقعها على واجهة الكنيسة. نهينا آخر مرة الموضوع على صورة كنيسة مار أوتل بكفار صغاب. هاي الكنيسة مثل ما شفنا بتبين منيح شكل هرمي وبتعطينا عناصر واضحة يلي هي الباب وأهمية الباب اللي حكينا عنها كتير، الصليب، الكاس أو فكرة الإربان الأخارستية، الكتابة يلي ما بتحمل أي نوع من التجميل والزين لأنه هي ملته يعني الكلمة، وفوق عراس الهرم نور الإربان. يلي بهمنا نحنا هو أنه نعرف هلأ إذا هيدا شيء مساقب مرة مرتين أو إذا هون في فكرة بتتكرر، يعني في تقليد، في ثقافة من جيل لجيل عم تتكرر مع قوانينا. تنتأكد من هالشي من نشوف قديه فينا نلاقي أمثال من هالنوع، وهيدا يلي هلأ رح نشوفه سوا. رح نبلش، خلينا ما نحكي عنهم كلهم لأنه كتار، بس مثلا على اليمين هون فوق في عنا سيدة إليج يلي بتبين الشكل الهرمي مع البوابة تحت، الصليب بالنص مع الكتابة السريانية، وفوق على العالة نور الإربان، وتحت على الشمال منصير نحنا ننقل من 1276 إليج ل 1628. هلا هيدي فترة هون كانت فترة المماليك بين إليج و مارشاليتا ب 1628، عندنا فترة كبيرة ما قدرنا نلاقي شيء لأنه المماليك بنعرف إنه دمروا وما صار في بناء كنايس بهالفترة، بس 1628 بيرجع بيكتر بناء الكنايس. ومنشوف هون كمان هذا الشكل الهرمي بقسطة مارشاليتا مع الكتابة السريانية والصليب والباب، وحتى حدا كمان على اليمين نفس الشيء بمار أنطونيوس الكبير ب 1656. ومنكفي منصير هون كنيسة فوق على شمال سيدة طميش، كمان مبين عنا البوابة والكتابة السريانية، وفوق الشباك المبروم يلي هو بمثل نور وشكل الإربان، وعلى يمينا مار يوحنا معمدان بريشميا 1686، كمان الباب والصلبان والحجر، وتحت على شمال عنا قرنة حمراء هون كنيسة سيدة، كمان عنا الشباك المبروم اللي عليه هو الصليب والشمس والقمر والكتابة السريانية. ومنكفي على الصورة اللي بعدها هون عنا سيدة مشموشة منطقة جزين، كمان على هالأكس العمودي عنا فوق عشمال الباب والشباك المبروم والكتابة السريانية والصليب. رح ننزل هلأ تحتها سيدة بسرة، كمان الباب والكتابة والصليب والشباك فوق مع كتابة السريانية، وعلى اليمين تحت منشوف بجعيتا صرنا ب 1747، عنا كمان هالبوابة يلي عليها الكتابات السريانية وشكل الإربان والصليب. ومنروح على الصورة يلي بعدها هلا منشوف فوق عشمال نيسة مار يوسف بالدبية بشوف يلي عم تعطينا شكل هرمي باستعمال هالحجار الكبيرة الكنعانية على الباب، الكتابة السريانية على العتبة مع الصليب، وفوق على راس هالأنطرة منشوف رموز الأخارستية مع الشمس والقمر، وعلى اليمين كمان منرجع منشوف بسيدة الحقلة من بعدها بسنتين سنة ب 1755، عنا الباب وعنا الشمس والقمر صاروا على يمين وشمال الكتابة السريانية الكبيرة، وفوقهم رموز الإربان. وإذا نزلنا دغري تحتها يعني تحت على اليمين عم نشوف هون الهرم كتير واضح، حتى إذا منشيل الزيح هيدول الصور الهرم واضح باستعمال الحجار الكبيرة، وفوق الباب الصليب، وفوق الصليب الكتابة السريانية، وفوقها شكل ونور الإربان. نحن هون بمار يوسف بدرعون 1765. هلأ مننقل هون عشمال، فوق عشمال في عنا مارت مورا بريش تعمود، وعنا ب 1769 منشوف الباب ومنشوف الصليب ومنشوف كتابة السريانية، ومنشوف فوقها على نفس الأكس هيدا العمودي الشباك المبروم نور الإربان وشكل الإربان.
الموجودة. وعلى اليمين في عنا مار أوتيل كفار صغار يلي حكينا عنها ورح نرجع نحكي عنها، لأنه مبينة الباب يلي مكتوب عليه رمزيته، فوقه الصليب وفوقه رمز الأخارستية وفوقه الكتابة ملتو الكلمة وفوقه نور الإربان، وتحت عشمال كمان الشباك المبروم يلي بيحمل الصليب والشمس والقمر والكتابة بمار جريس شهيد بالنعمة 1777. ورح نكفي رح نروح على الصورة يلي بعدها، هون عشمال فوق مار فريم بدرعون 1788، وعلى اليمين مار عبدة بمعاد 1797. مبين عنا الباب وفي الصليب بقلب الأنطرة تبع الباب والشمس والقمر عيمينه وشماله وفوقه الكتاب السريانية وفوقه شكل ونور الإربان. وإذا منتطلع دغري تحتها يعني تحت على اليمين صرنا بكنيسة مارمارون هون بمزرعة يشوع 1814 تقريبا. في عنا هيدا الباب والصليب والشباك المبروم الأوكولوس يلي عليه الكتابة والصليب والشمس والقمر. بالصورة هلا يلي عم تطلع قدامنا في عنا فوق عشمال دير مصر كيسو باخوس 1830، وتحته دغري محل ما نحن رسمين هالهرم الكبير سيدة الزروع بكفيفان سنة ب 1838، يعني من بعد ما سركيسو بيخص من 8 سنين. وهيدي اللي رح نشتغل عليها كتير تنفهم المعنى، لأنه الرموز كلها موجودة هون، من الشباك نور الإربان فوق على راس الهرم لأهمية الباب تحت على كعب الهرم مع الحجار الكنعانية القديمة. ومننقل للصورة يلي بعدها، في عنا فوق عشمال مار شاليتا الطارة 1857 مع الباب وأهمية الباب، وشفنا بحلقة قبل كل العناصر كيف منحوطة على هيدا الباب، وفوق الشباك المبروم والصليب على هالأكس العمودي، وتحت عنا بوابة لكنيسة سيدة شرفة فوق حريصة، وعلى يمينها كمان نفس الكنيسة. وبالصورة يلي بعدها منشوف كمان فوق عشمال زيت الكنيسة ب 1877 تقريبا، وتحتها منشوف كركة سيدة بكركة، وفوق على اليمين هيدا كنيسة مارشاليتا بعندقت منطقة القبيات ب 1905. كمان عنا الصليب وكمان عنا الكتابة السريانية وأهمية الباب وباقي العناصر. هلأ نحنا يلي بهمنا هو انه نفهم شو معنى كل هالاشياء، تأكدنا انه مش مسائبين، لأنه شفنا هلأ 36 كنيسة بتفرجي هالشي، الكتابات بها 36 كنيسة كلها بالخط السرياني، وكل مرة عم ببين الصليب، وكل مرة في شغل كتير على الباب وحواليه ما في شغل أبدا، في بساطة كاملة، دايما الكتابة بالبساطة الكاملة، وأكترية الوقت عم ببين الشمس والقمر رموز إربان. وخلينا نشوف شو معناتهم. لنفهم المعنى من نروح على كنيسة سيدة الزروع بكفيفان، هيدي هي الكنيسة. وشو منلاحظ لما نتطلع عليها؟ نشوف أول شيء البساطة والفقر تقريبا على كل الواجهة. وإذا منتصور هرم تحت هالأنطرة اللي هي مبينة، منشوف إنه كل الشغل انعمل جوات هالهرم. هون نحنا صرنا عم نحكي على عزل الصورة مثل ما هي معزولة بقلب الأيقونة. إذا منقرب أكتر منشوف قديش في شغل وصور، هيدول الصور كلهم جوات الهرم. لكن نحنا هلأ إذا بدنا نجرب نفهم شو عم بصير هون، ليش في هالبساطة الكاملة على داير الهرم؟ في شيء بالإيكونوغرافي بالإيكونوغرافيا منسميه أوكرونوس وأوتوبوس. يعني أوكرونوس هو برات كل زمان، ما في زمان، وتوبوس هو ما في مكان. بالأيقونة دايما بنرسم مثلا القديس، كل شيء حواليه بده يكون عنده معنى. إذا رسمنا مارشاربل في قدامه كتاب ونقول أنه كان يصلي ويتسقف، إذا في رفش تنقول أنه كان يشتغل الأرض، إذا في أرزة تنقول أنه هو بجبل لبنان. كل هالاشياء عندها معنى، وكل شيء ما له معنى ما بينحط. وعندنا ايقونات اوقات حوالى القديس ما في الا سما ذهبي او سما ازرق او سما اصفر، ما بقى نحط شيء زينه، لانه اذا ما له معنى، ولانه كمان بدنا نعزل القديس بشيء منه مكان ومنه زمان، لنقدر يلي عم بيطلع على الايقونه يفوت هو بقلب هالصورة
ويصير هو مع المسيح بنسميها contemporanéité du Christ, mais c'est contemporain, mais c'est مع يسوع أو مع القديس المصور بنفس المكان ونفس الزمان, لأنه محينا الزمان والمكان تبعنا اللي هو أوتوبوس وأوكرونوس وكرونوس. هيدي هي الفكرة هون, إنه كل شيء منحطه جوات الهرم أو على هالأكس هيدا العمودي, وبرا ما بقى في شيء. وإذا فتنا هلأ على هالهرم ونبلش شوف العناصر شو هي, منشوف هلأ بوضوح فوق الباب دغري ملتو, الكتابة يلي ما بتحمل زينة لأنه هي الكلمة, ملتو هي الكلمة. دايما وقت منكتب ما فينا نزينها, شفناها كذا مرة, لأنه هيدي الكلمة هي الحقيقة. هالكلمة نحن منعرف بالدين المسيحي أنه الكلمة ملتو اتقاشام, الكلمة تجسد, ملتو اتقاشام تجسد. لما يجسد يصير هو بسرو ودمو, يعني لحم ودم. البسرو اللحم ودمو الدم, نحنا عنا ياهن منمثلن, يسوع مثلن بالخبز والخمر, يعني لحمه وحمره. لكن لحمه وحمره, حمره هو الخمر يعني الكاس يلي هلأ عم نشوفه هون على الشمال, ولحمه يعني الخبز هو هالإربانة هالشباك المبروم, شكل ونور الإربان موجودين هون من بعد ما تجسد الكلمة, بعد ما ملتو اتقشى. من بعد ما يتجسد الكلمة يسوع رح ينصلب, سكيبوتو يعني كروسيفيكشن, كروسيفيكشن سكيبوتو, من هون بيّن الصليب, سليفو بالسرياني. بإذا من قرب ونطلع منيح هالصليب منلاقي انه في اكس جواته يلي هن اشعة النور, لانه الصليب منه الموت, الصليب هو القيامة, هو الانتصار على الموت. معناه هيدا الاكس اللي جوا هو نور القيامة, هو الانتصار. وقت اللي بينصلب يسوع بقلنا مار فريم انه بيجوا الشمس والقمر, شمشه يحول شمشه هون الشمس على اليمين, سهره يعني القمر على الشمال, جايين كرمال ليشهدوا حسب مار فريم عن الوهوتو ونوشوتو دموران يشوع مشيحه, يعني لاهوت ونسوت سيدنا يسوع المسيح. معناه نحن هون عم نشوف كيف جسد الكلمة وكيف بينصلب, وعم نشوف نفس الوقت طبيعتين ليسوع المسيح. يعني في عنا سيكل كريستي, يعني نحن منقول جيجلو مشيحويو, جيجلو مشيحويو يعني السيكل كريستي يلي كله معبر جوات هالسويو موتو باراميدويتو, يعني هالكمبوزيسيون الهرمية سويو موتو باراميدويتو اللي هي بتعبر عن السيكل كريستي جيجلو مشيحويو, مبينين هون. بس عم نوصل من السيكل كريستيك لسيكل كريستولوجيك. ليش كريستولوجيك؟ لأنه عم بيعبر عن طبيعتين لسيدنا يسوع المسيح, وما بيوقف هون. وكله هيدا من بعد القيامة عنا الصعود, وهيدا يلي الشكل الهرمي عم بيعبر عنه. أهم شيء منتطلع هون بسيدة الزروع شغلة ما قدرنا لقيناها بمحلات تانية إلا قليل كتير, هن الجروسو يعني الحية, واثنين لأنه هن بمثلوا العلم يلي ظهر آدم من الجنة وخسرنا الجنة, لأنه هن بمثلوا هن اثنين, واحدة هي الشر واحدة الخير, الخير والشر يلي بخسرونا الجنة. ونحن هون منعوز لغيدومسيون يعني الفدا من خلال أكيد تجسد يسوع وفكرة الإربان والصليب. من هون القداس ومن هون الأخارستية هن اللي جايين يخلصونا, وهيدي كل الفكرة السوتيريولوجيك اللي مرسومة هون. سوتيريولوجي يعني لاهوت الخلاص. إذن منشوف هلأ كمان مرة النص بالصورة اللي بعدها, منشوف إنه مش بس بالشكل كمان بالمضمون, ما في شيء بكتر حكي بهيدا النص. دغري بقلنا إنه قد اعتنى ببناء هيدا الهيكل المبارك سيبا العقوري ريس الدير, وبيعطينا السنة 1838 وبتنتهي هون. دونك سطرين كانوا كافيين. إذا منروح هلأ على سيدة قسطة, منشوف إنه في عنا العناصر كلها موجودة, في الباب وأهمية الباب أكيد منه بالصورة هون, على الواطي على العالي في الصليب كمان, في عنا شغلة كتير مهمة فوق على العالي, عنا السوسنة اللي هي نازلة من الأنطرة, وهيدي السوسنة كينا عنا قبل إنه هي بتمثل النعمة الإلهية, نون كمان إلها علاقة بفكرة الفدا, النعمة الإلهية موجودة. عنا كمان إذا منلاحظ على اليمين وعلى الشمال من هون مريم العذراء في الشمس والقمر, نون الباب موجود, الصليب موجود, الشمس والقمر موجودين, كل شيء هون. بس ما في عنا جيجلو مشي حويو, ما في السيكل كريستيك, لأنه ناقص الأساس, ناقص ملتو, لأنه هون ما عنا الخط السرياني. هون النص اللي موجود هو بالعربي
وهيدا الناس مثل ما نشوف خطه كتير مزين، وفي مش سطرين مثل ما شفنا بشوي بسيدة الزروع، في كذا سطر، في حكي كتير. دونك هون ما عنا البساطة يلي بتعطينا الحقيقة تبعيت الميلتو بالخط السرياني. هيدا الشيء يلي نحنا هون ناقصنا. معني بيّن انه الكتابة السريانية والطريقة يلي بتنكتب هو شيء اساسي ليكون في عنا جيجلو مشي حويو لسيك كريستيك. خلينا نرجع نشوف كمان مرة هلأ هون كنيسة مار يوسف بالدبية ب 1753، ومنتطلع ومنرجع منشوف الشمس والقمر قديش كانوا مهمين، قديش رمزيتهم، وبالنص الكاس والقرباني والخط السرياني. تنرجع من بعد ما فهمنا الفكرة وفهمنا العناصر كيف هني، نرجع نشوفهم لمرة أخيرة كلهم سوا مبينين بوضوح على هالكنيسة. هيدا الشكل الهرمي، هيدا الباب، هيدا الصليب، هاي الأخارستية، هيدا الملتو الكلمة، وهيدا النور الإربان على العيلة. كلهم هلأ لما نشوفهم صرنا نقدر نفهمهم. أهم شيء أنه نربط هالشي بالإنجيل، خاصة لما نشوف شو بقلنا مار يوحنا، لأنه هيدا السيكل كريستيك بالنتيجة، هيدا كل هالفكرة الجيجلو مشي حويو عم بيحكينا عنه بالنتيجة مار يوحنا بالإنجيل. خلينا نشوف شو بقلنا مار يوحنا. بقلنا بريشي إيتاوو ملتو، هو ملتو إيتاوو الوات ألوهو والوهو إيتاوو هو ملتو. هيدا مار يوحنا 1:1 عم بقلنا بالبدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وإذا منكفي كمان مع مار يوحنا 1:14 منوصل ل وملتو بسرو هو، والكلمة صار جسد. الكلمة بالبداية بريشيت، والكلمة جسد ملتو اتكاشام. هيدا كله مكتوب على وجهات كنايسنا بضيعنا بجبيننا بالأديرة. كلهم عم بخبرونا هالجيجلو مشي حويو هالسيكل كريستيك وكريستولوجيك، طبيعتين يسوع المسيح مع شمشه وصهره الشمس والقمر حسب مار فريم. كلهم عم بخبرونا فكرة الفدا والخلاص، سوتيريولوجي لاهوت الخلاص. وهذا الشيء شفناه هلأ على 36 كنيسة، بالأمل أنه نصير نعرف أهمية تاريخنا وثقافتنا ونعلمها كمان بمدارسنا. تودي ساجي وشلومو وشينو من طور لبنان.